سؤاله الثاني يقول: بالنسبة لرفع اليدين أثناء الدعاء ما حكمه؟ هو أدب من آداب الدعاء، وله ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يكون في مواضع نقل فيها أن النبي دعا ورفع يديه كدعاء الاستسقاء، فهنا يسن الرفع لعموم ما ورد في الندب إلى رفع اليدين، ولخصوصه وهو أن النبي ورد عنه أنه رفع يديه، ومثله الدعاء للمقبورين إذا زار المقبرة، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه للدعاء، وهو النوع الأول من أنواع أو الحالة الأولى من أحوال رفع اليدين في الدعاء، وهو ما جاء فيه النص بأن النبي دعا ورفع يديه. الصورة الثانية أو الحالة الثانية من أحوال رفع اليدين في الدعاء ما ورد أن النبي دعا ولم يرفع يديه، كالدعاء في السجود، فإنه دعا وقال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، وقال: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. وهذا ندب إلى كثرة الدعاء، ومع ذلك لا يجوز أن يرفع يديه، لأن رفع يديه سيفضي إلى ترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على سبعة أعظم، ومنهما اليدان. فهذا لم ينقل عنه أنه رفع، فرفع اليدين في هذا لا يجوز. أيضا الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبقية الدعاء لم ينقل عنه أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم، فلا ترفع اليدان في هذه الحال. الحالة الثالثة وهي ما لم يرد فيه أنه رفع ولم ينقل أنه لم يرفع، فهذا الأدب العام فيها أن يرفع الإنسان يديه لعموم ما في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم، حي كريم يستحي جل وعلا، وهو ذو فضل وإحسان وكرم وعطاء، يستحي أن يرفع العبد إليه يديه، يعني في مسألة أو طلب، فيردهما صفرا خائبتين، يعني يردهما خاليتين من العطاء. فالله لابد أن ينزل كرما وبرا بإجابة السائل بنوع من الإجابات المشروعة المذكورة في الشريعة، إما أن يجيبه إلى ما دعا، أو يدفع عنه ما نظير ما سأل من الشر، أو يدخرها له في الآخرة. فالمقصود أن هذه هي الأحوال فيما يتعلق برفع اليدين في الدعاء.